برعاية السيد رئيس المؤسسة المحترم يتم اليوم تسيير رحلات إلى الأماكن المقدسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويبلغ عدد المسافرين حوالي 80 مسافر إن شاء الله. الإجراءات يتم تقديم ذوي الشهداء عن طريق الشعبة الاجتماعية بالمديرية، والمسألة كل سهلة، يعني تقديم طلب ذوي الشهداء بالسفر، وبعد فترة وجيزة إن شاء الله يخابروا يقولوا له على موعد السفرة، وهذه راح تكون أول سفرة، وإن شاء الله تتابع أكو سفرات كثيرة راح تصير إن شاء الله. لمشاهدة المزيد زوروا المنصات التالية.